اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات، ومن داخل جناح ام جي. ام جي الماركه البريطانيه الاصل وصينيه التصنيع حاليا، وبنتفرج دلوقتي على ار اكس 5 السياره اس يو في كبيره، وهنبدا نتفرج على التصميمات الاساسيه زي ما شايفين هنا علامه ام جي تتوسط فتحات التهويه بتاعه الموتور، وهنا الخطوط النيكل اللي بالعرض هنا، وطبعا فتحه التهويه الضخمه بيدي شكل ضخم. وهنبدا هنا نتفرج كمان على المصابيح الاماميه بشريط الليد اللي احنا شايفينه ده او الرمش الطاير ده، ونبدا هنا كمان نتفرج على الفوانيس الفجات اللي عليها هنا اطار من النيكل كروم، ونبدا نتفرج هنا على باقي السياره المصابيح الكبيره هنا بشريط الليدات، ونبدا نتفرج هنا على شولدر لاين اللي ماشي من اول السياره اخرها، وهنلاحظ ان في تطعيم كبير هنا في النيكل كروم. لاحظ هنا كمان الشريط الفضي اللي تحت هنا ده، المفروض ان ده كمان مع الفريم الاسود ده المفروض ان هو بيديك ايحاء ان السياره قويه، وفي نفس الوقت طبعا بيبقى عامل ان هي من العربيه ما تتجرحش او تتخبط منك في الرصيف او حاجه، ما يبقاش في الصاج، بيبقى في الفبر ده. مبدئيا السياره الدهانات بتاعتها الفروقات بتاعتها انا شايف ان هي مميزه. هنبدا هنا نيجي للفوانيس الخلفيه، وهنلاقي هنا التكنولوجيا بتاعها من روي، شركه روي اللي هي الشركه الصينيه المصنعه عليها، شركه روي منزله هنا روي ليد تكنولوجي. وتعالوا هنا نتفرج بقى على الاضاءه اللي ادت اللي شكلها جميل قوي، المؤخره اللي شكلها بيتميز بعرض وضخامه، يعني هي هتعطيك شكل ضخم. المساحه الخلفيه، الزجاج المظلل الخلفي، السبويلر الخلفي بستوب خلفي للدات، الشارك تيل اللي هو الانتنه بتاعت السياره، وسقف السياره اللي جاي هنا زي ما شايفين بروف راك. ده كده الشكل الخارجي. وطبعا السياره جايه زي ما هنلاحظ هنا بكاوتش ميشلان، مش زي كل سيارات الصيني في الفئه دي المفروض انها بتبقى نازله بكاوتش صيني، لا نازله بكاوتش ميشلان بريماسي، وكمان المفروض ان هي نازله بكاوتش 235 على 55 18. فطبعا المقاس ده 235 العرض عرض كبير، لازم يكون محتاج نظام تعليق قوي عشان يشتغله، وجنط 18 انا شايف ان هي حتى الان كخامه وكفروقات وك يعني الشغل المحطوط فيها لحد دلوقتي، لا انا شايف انها حلوه مميزه. هنبدا بقى نتفرج على صالون السياره من الداخل. السياره مبدئيا فتحه الباب تقيله، الباب تقيل اهو، اسمعوا القفله بتاعته، قفله الباب حلوه يعني بتديك ايحاء من السياره سياره محترمه سياره تقيله. وهنبدا هنا ندخل كمان ونبدا نلاقي هنا ملمس الجلد، ولكن هنا التطعيم ده قماش، هنا الازاز الكهرباء بتاعنا، المقبض النيكل، هنا زي ما شايفين اللي هو الغلق المركزي بتاع الابواب، والخامه اللي موجوده هنا خامه طريه، دي مش بلاستيك، يعني ده مش هعطيك بلاستيك، لا هعطيك ايحاء جلد، هو مش جلد طبعا ولكن هعطيك ايحاء جلد. هنبدا ندخل هنا في التابلو ونلاقي هنا التابلو من خامات زي ما شايفين طريه، التطريز هنا الجلد اللي فيه، الخامه بتاعته حلوه. ولاحظوا هنا كده انا هخبط اهوت، تمام اسمعوا كده مفيش صوت. طبعا الفكره هنا ان كل ما كانت الخامه قطره وكل ما كان التقفيل كويس، كل ما ده مش يديك اصوات وانت ماشي في المكسر، اصوات التزييق اللي بتقف في المكسر المفروض انها بتضايق مش هتبقى موجوده مع السياره اللي بالخامات النظيفه. دلوقتي هنبدا نتفرج كمان على المقعد بتاع السياره، وتحت هنا هنلاقي هنا مثبت السرعه في مكان زي يمكن السيارات الاوروبي، هو بيحاول هنا يبقى شبه السيارات الاوروبي. هنا التحكمات بتاعت المرايات الكهرباء، وانا ما بحبش المكان ده اصلا، انا بحب ان هو المكان هنا يبقى في الباب قريب من المرايه الكهرباء، انما هنا بعيد ببقى بعيد عن ايد السائق وهو قاعد زي ما هنشوف كده دلوقتي، تمام. انا كده ده بعيد عن ايدي، يعني لازم انا اوطي كده، يبقى انا كده مش هعرف ان انا اشوف الابعاد في المرايه الكهرباء صح، لان المفروض ان انا قاعد كده هظبط المرايه عليا انا في ابعاد انا صح، انما انا دلوقتي محتاج ان انا بدي ايدي كده يا اما اوطي، فتبقى كده مقاسات المرايه اختلفت. خلاص دي كده المرايه، هنا التحكم في اضاءه العدادات، لا دي التحكم في الاضاءه بتاعه الفوانيس الاماميه بتطلع وبتنزل على حسب احتياجك وعلى حسب كشفك للطريق، علامه ام جي. هنا الكرسي كان ينقصه طبعا ان هو يكون تحكم كهربائي، الا ان هو زي ما شايفين الكرسي هنا تحكم مانوال. طيب تعالوا هنا نبص على المقود، المقود شكله فعلا جميل، السياره دلوقتي المفروض ان هي دايره زي ما شايفين، المقود التحكم فيه سهل تمام، وزي ما شايفين هنا التطريز الجلد بتاعه، تطعيم الجلد الشكلين زي ما شايفين هنا كده اللي هو المخرم هنا وهنا جلد عادي، التطريز بتاعه هنا، التحكم في النظام الصوتي، وهنا برضو التحكم في نظام البلوتوث زي ما شايفين هنا كده. طيب تعالوا هنا بقى نبدا نتفرج على الاعدادات، الاعدادات واضحه صحيح بسيطه مفيش فيها حاجات كتير ولكن واضحه، وزي ما شايفين هنا زي ما هو واضح هنا في الاعدادات هنا هنلاقي ان فيها نظام ثبات الكتروني كامل، فيها هنا تحذير بالنسبه للضغط الهواء في الاطارات، وفي هنا طبعا المقود اللي احنا شايفينه الظاهر ان هو فيه مسجل عطل. هنبدا هنا نبص هنا على نظام المالتي ميديا للسياره، زي ما شايفين هنا شاشه تاتش زي ما شايفينها كده، وشاشه التاتش دي مرتبطه هنا بالنظام اللي احنا شايفينه ده، نظام التحكم بتاعها تحكم بسيط قوي تمام، الشاشه يمكن مش اعلى حاجه
ولكن شاشه موجوده في الوسط، وهنا نظام التحكم في نظام التكييف اللي بيبان هنا برضو معانا في الشاشه بتاعتنا. فتحات التكييف الوسطيه اللي شكل هنا كده جايبينها شكل كلاسيكي، يعني ان هي التحكم بتاعها زي صباع كده نيكل، بس هو طبعا مش نيكل تمام، ولكن هو ده شكل كلاسيكي شويه. وهنا الاطار الفضي بتاع فتحات التكييف، وهنا الاطار النيكل، هنا الجير بتاع السياره زي ما شايفين هنا كده، الفتحه دي المفروض انها بيكون فيها مدخل يو اس بي والولاعه. هنيجي هنا ده النظام التراكشن كنترول، وده النظام اللي هو نزول المحضرات اللي هو تحكم في السياره في نزول المحضرات. وهنا هنلاقي نظام البارك اللي هو الفينجر بريك او نظام فرمله اليد الكهرباء. التابلو زي ما شايفين تابلو من خامات جيده، هنا جلد، هنا من خامه طريه تمام، الدرج بتاع التابلو مضيء. السياره انا شايف ان هي كخامات خامات لا فعلا فرقه، يعني من السيارات الصيني المميزه من ناحيه الخامه. لو جينا كمان ان احنا نبص هنا من ضمن العيوب اللي انا شفتها غير مفتاح المرايات، هنلاقي هنا ان زرار الانتظار صغير جدا جدا وفي مكان انا مش باين قدامي. يعني انا دلوقتي وانا قاعد هنا كده، لو جيتوا تبصوا من زاويه الرؤيه بتاعتي اهو، زاويه الرؤيه بتاعتها اهيت كده، انت دلوقتي فين بقى؟ دور معايا كده على، دور معايا دلوقتي على زرار الانتظار، مش هتلاقيه. دور بقى هنا كده اهو، شايفينه هو فين؟ الصغنن ده اللي هو هنا ده تمام، كان المفروض يبقى في مكان واضح شويه هنا مثلا بس. ودلوقتي هنتفرج على مساحه الشنطه في السياره ام جي. طبعا الشنطه هنا بتفتح تاتش زي ما شايفين هنا كده، وهنبدا نفتح الشنطه ونبدا نتفرج على مساحه الشنطه. مساحه الشنطه كبيره زي ما شايفين، وميزه فيها ان هي فلات زي ما شايفين هنا كده، الشنطه فلات. هنيجي هنا ونلاقي هنا ده مكان ممكن ان انت تخزن فيه حاجات، وبعد كده هنا الفرده السبير بتاعتها، والفرده السبير بتاعتها رفيعه وحديد، وطبعا اقصى سرعه عليها بتكون 80 كيلو. دي كده الشنطه. ولما بنقفل كمان الكنب الخلفي اللي هو له 3 درجات في التحكم، يعني بتقدر ان انت تظبط الميلان بتاعه 3 درجات، هنلاقي الشنطه هنا زي ما شايفين هنا كده بقت مساحتها كبيره قوي. انا شايف ان الشنطه من مميزات العربيه دي، العربيه جميله، وطبعا زي ما شايفين فتحات التكييف الخلفيه العربيه فعلا جميله. ده كده الشكل الخارجي والداخلي. واللي باقي لنا دلوقتي ان احنا نتفرج على قلب النبض للسياره، موتور السياره، ونعرف نتعرف على الجير بتاعها. يلا بينا. ودلوقتي مع قلب النبض للسياره RX 5 الموتور بتاعها، والموتور بتاعها هنا جاي 1500 تيربو، بيخرج 169 حصان عند 5600 دوره، وبيخرج 250 نيوتن ابتداء من 1700 لحد 4400 دوره. التوب سبيد بتاعها المفروض ان هو 190 كيلو، ومرتبط بجير من 7 سرعات دويل كلاتش. طيب السياره مبدئيا رايي فيها بكل امانه، السياره مبدئيا كل اللي انا شفته فيها جميل وممتاز وزي الفل. اخاف انا او عندي تخوف من الموتور والجير دول، الجير الدويل كلاتش احنا عارفين دايما ان هو ممكن بيحصل بسببه مشاكل، فطبعا ده مش هنقدر ان احنا نحكم عليه الا اذا عملنا اختبار اداء للسياره. لو انتم حابين ان احنا نعمل لها اختبار اداء، او انتم مهتمين بالسياره، اكتبوا لي في التعليقات واحنا نخضعها لاختبار اداء من القوي بتاع البرنامج بتاعنا. اتفقنا؟ دي كانت السياره ار اكس 5 من جوه ومن بره والموتور. بالنسبه للسياره ار اكس 5 سعرها فئتين، 370 و395. اللي اتفرجنا عليها النهارده دي 395. يلا بينا نستكمل باقي سيارات ام جي ونشوف في ايه تاني معانا النهارده.